في ستات بتغير من شعر راسها، وفي ستات واثقه قوي في نفسها ومسيطره. تعالوا نشوف في حلقتنا النهارده ضيفتنا من اي نوع فيهم. ايوه ثانيه واحده. اتفضل. اهلا وسهلا. تسع شعرات من الشتاء. دموزيل. ترشة كمان بتسمع شوية. ده. تسع شعرات. ديني بعدها مشبتة برا؟ شوية. اوكي. ضيقتي عم بحكي مع وشي؟ بعيدي براحتك. لا لا عم بحكي عن الطيور، فكرت كنت ضايقتي او شيء. لا ما ضايقت. انا تعقدت لانه هون البنات المسالوا. الواحد بيتطلع هيك بغيره. شكلك انت بتغيري كمان. لا ما بغير. ما بتغيري؟ خالص. برافو. اصلا ليش هتغيري؟ مثلا يعني. انتوا مخطوبين او شيء؟ او مخطوبين. بدكم تتجوزوا؟ ان شاء الله. ليه؟ شاء الله. ايه ليه؟ انا ليه بتكون تتجوز؟ شو السبب؟ شو ما حبي بعض؟ تحبوا بعض؟ قد ايه بتكون تحبوا بعض؟ ايه ما ينفعش تتقاس يعني. لا مش قد ايه بتحبوا بعض، قد ايه الكم وقت؟ حوالي 5 سنين. اوف ما زقتوا من بعض؟ ليش وايه ضمك؟ اوف تو ماتش. شلونك؟ لا بس ما نبقين لبعض ابدا. بجد؟ يا هو ستايل وانت ستايل. بس اول حد يقول لنا كده يعني. يمكن بيجملوكم ما بعرف. ممكن. يمكن رفقاتك بيكونوا ستايلك فبحسوا نفس الشيء، بس انا حسيته هو ستايل وانت ستايل. لا هو ما نعرفه. هو مودرن اكثر، انت شوي دي مودرن. يعني انت ستايلك قديم شوي، كلاسيك. شنو قديم مش حلو؟ نو كلاسيك. فورمال شوية؟ كلاسيك. كلاسيك. ايه مو بقى دارج. بس هو اختارني. لا هلا اطلع بيختاروا بيغلط. لا صفر عادي نورمال. كنت غلطان، كنت صلحت غلطتي من بدري. لازم تنتبه قبل ما تتجوز. فكر. جواز. افكر. جواز صعب. عندنا الجوازة مرة واحدة افكر. تفكر فين؟ عملتوا نص اكليل ولا شو عملتوا؟ لا لسه. امتى؟ بدك تعملوا؟ اه لسه شوي. مأكد؟ لك ولا منستي لك؟ سوري بس انا صريحة يعني برضو ما تتضايق. لا انا مش متضايقة بس واخدة راحتك حبتين. محبتش طلب رأيك؟ ايه ايه عادي اخدي راحتي، لازم اخد راحتي انا وقعدي. انا كمان باخد راحتي. ليه عم تسأليني؟ انا بدي اقعد. بدك يعني اوقف؟ اوكي لا خليكي قاعدة. وسع كده بيشو. وسع كده بيشو طعم. بيشو. انتي تقولي له بيشو. ليه شو عنده اكتر من اسم؟ فكرت اسمه هيك. عندك كم اسم؟ عنده اسمه هيك؟ كيف؟ ايه؟ بتحكي مثلي. حبتني شكلها كتير. عم تقلدني. طب احنا وينه؟ حبيتيني؟ حتى يعني مش عارفة اقولك ايه بجد. شكلك حبيتيني عم تقلديني. يخرب بيتك شو حبيتك. ميرسي بعرف انا كل عم تحبني. كل حدا اول ما يشوفني بينغرم فيه. يمكن بيجملوكي رفقاتك. بيجملوكي رفقاتي؟ نو انا يعني هوني ما بعرفهم بحبوني دغري. معي غراض بالسياره. متى جيب ليهم؟ تطلع تجيب ليهم بليز. هو الفلبيني اللي جابوا لك بابا؟ لا هو انت فلبيني؟ مصري. بس ماشي بالسياره ساك. وانت ايه كتا؟ كتا؟ شو قصدك كتا يعني كتا فلان؟ كتا يعني نقص ايد نقص الرجل؟ نو انت اثنين ايد ليكي. عندك اثنين ايد؟ ما عندي اثنين اجر الحمد لله. ربنا يزيد ويبارك. ميرسي ميرسي. يمكن يبقى اربعة. لا هي سو كيوت. عن جد كيوت. بتمزحي؟ طبعا. بتعرفي اول مرة بشوف مصرية هالقد مهضومة. عن جد يور سو عن جد سو يعني لايقين على بعض؟ لا ما هلا انت مهضومة بس هو اجمل منك بالشكل. طبعا اجمل مني مش حبيبي؟ ميرسي. بعدين هو مودرن، انت ده مودرن، بدك تغيير. طب وانت ايه بقى الدنيا معي؟ لا انا فاشنة. فاشنة. فيكي تحكي لي تفضلي. ايش بدك تعملي؟ لا.
أردن 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 تزعل أنا تركتي أزعل ونشوف تفضل يا فندم شنطة من راسي بينك هو بس يمنى الدادة بس هارك يحولك على طول تفضل تفضل مساء الخير ايه الاخبار تمام الحمد لله تشرف باسمك شوي بصي يا شوي انا اسمي ريم واحنا بنعمل المقلب دلوقتي في مراتك من خلال البنوته اللي بره اللي هي نانيتا بصي واثقه في نفسها شويه اوكي تمام هو صعب قوي ان حد يستفزها هي نيرفس شويه اوكي بس هي بس في ثقة ما بينكم ولا كان في ليك سوابق؟ لا لا في انا ليا سوابق كتير طب خلاص يعني بس دلوقتي في ثقة في ثقة دلوقتي طب احنا بقى عايزين نرجع ايام السوابق دي نرجع بقى لورا شوية بايام زمان كده ماشي يلا يا عم انا راجل يا عم خلاص يا عم هما اتنين ولا انت جاي مسار مهدوني مسار قاعد احكي الحاجة معلومة سخير بس انا انت ليه خايف منه ولا ها انت ايه واخدها بالدور ولا مالك إيه؟ انا حكيت معي شنو انت بتكلميني انت واخدها بالدور ولا مالك بتكلميني انا مين اخذ ما اخذ حدا معي انا كنت لحالي يعني انت عماله تكلمينه اه عشان واحد طلع برا خلاص ما قلتي على الثاني لا بعرف هو بابا معني الكيشن ده عيب نو بابا انت قاعدي في حالك نو ما انا مني انت عشان مش معاكي حد يعني فهمتي اه يا عيني انت صحه فين البوي فريند بتاعك ما عنديش بوي فريند خطي بك فين بيروت بيروت وانت ايه اللي جايبك مصر طياره يلا صباحتي فاتي يا فندم يا شو يعني ايش شو ده تشوف؟ لا مش شو يعني بلاش تفهمي لا هتعرفي عملي بلاش اقول لك نظره شو؟ خافي على نفسي حرام انت مجنونه شكلي مجنونه يور سو كريزي بدك تروحي شوي مجنونه ابعدي بقى عن المجانين شويه انا بعد انت عم تحكي معي اوكي انا بسكت لا ما بيجي ثانيه واحده دروش؟ ايه تفضل يا فندم تفضل يا عامله ايه الاخبار كله تمام عايزه اعرف اسمك اسمي مريم مريم سنك ايه عندي 20 20 متجوزه لا مخطوبه انجوز دي اول مره تدخلي عياده التجميل يا مريم اه تخيلي سنك صغير وشي مش اي تفاصيل وحشه بجد زي القمر بس هو في هنا حبوب بسيطه انا بشتغل على الفيس على السكان whatever you want يعني. اه مثلا ممكن يعني سناني انا حاسه ان انت كمان برضه بتتكلمي عن السناني بس سناني برضه من كتر الشوكليت البيبسي ما بيحوقش معاها اي معجون وكده فكرت اعمل تبييض فاهمه بس لسه برضه ما وصلتش هيبقى عندنا اوفر للتبييض بعد العيد اه بس انا كنت عايز اسال بقى عشان سمعت ان التبييض ده هيبقى ليه اضرار وحاجات كده لا مفيش اي اضرار طبعا هو بس بيشيل الطبقه بتاعت الجير وبنبتدي نشتغل عليها على حسب انت محتاجه كام أيوة جلسه فما لا ما بيعملوش اي اضرار طبعا هو الارضين ايوه مساء الخير يا دكتور اتفضل يا استاذ حضرتك الكاميرات جابت كده في شويه حاجات كده مش كويسه خير في ايه؟ يعني في الخليل مش الصريف في عين فتحه يعني اه في عين فتحه هنا؟ اه هنا
ما بين كلاينتس ولا ما بين موظفين؟ واحد مدام عامله شعر اصفر كده وفي شاب تاني رسم حاجه كده على ايديها. ايه اللي حصل؟ في حاجه؟ تمام انا هشوف، انا هاجي اشوف. طيب خلاص اوكي. طب ممكن نقول انا لازم اقول اشوف ايه اللي بيحصل. خليك ايه، خليك مع حضرتك. اوكي يا حبيبتي. اللي دخل هنا ده ممكن يطلع ثانيه؟ معلش ممكن يطلع ثانيه. طب ادخلي الويدنج روم. حاضر. ايه ده؟ في ايه؟ طب لو سمحتي. حاضر. طب اندهيولي حاجه. لا اندهيولي حاجه. ما تقوليش حاضر وتفضلي واقفه ساكته. اندهيولي ثانيه. لا وانا كمان ما بحبش كده. لو سمحت ثانيه واحده. الموقف اللي حضرتك اتكلمت عليه. صح. انا بسال سؤال تجاوبني. صح. اتفضل اتفضل اتفضل. اه يا ريت بس معايا. تاني شيرات. ايه 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 ما تحطيش ايدك على ايدي. انا عايزاك تحطيش ايدك على ايدي. هو بالرغم ايه ده؟ ايدك ايدك يا حبيبي. ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. ايه انت يا انا ايه اللي قاعدة عليكي؟ عايزة ايه؟ بابا ما نمكيش تتربي. نو بابا ما نمكيش تتربي. اه بابا ما نمكيش تتربي يرحمك. الاكستنشن ده هقطعه لك دلوقتي. الاكستنشن ده هقطعه لك دلوقتي. انت بتبعد عني خالص. انت بتبعد عني خالص. انت والحيوانات دي ليه يعني؟ ليه؟ ليه؟ يا جماعه يا جماعه يا جماعه مستفاده. لا شنو يا استاذه اللي انت فيها دي؟ وايه السفاره اللي انت؟ يا انسه بالراحه. انت مجنونه؟ مجنونه انت بلدي يا جماعه. حبيبتي انا اللي عايزه اصالحك. وانا موافقه ان ده الحلقه حبيبتي. ورمضان كريم وكل سنه وانت طيبه.